إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عنوان خطابنا اليوم الثقة في الله تعالى. والثقة في الله تعالى هي ثمرة الإيمان، عرفها الهروي بقوله: سواد عين التوكل، نقطة طائرة التطوير، سويداء قلب التسليم. يا له من تعريف! الثقة في الله ليست مجرد كلمات، إنها منهج كامل للحياة. لماذا يثق المؤمن في الله؟ أرأيتم رجل المظلات يركب الطائرة وعلى بعد من الأرض 40,000 قدم، يقال له بعد فتح باب في الطائرة: اقفز، فيقفز في الهواء على بعد 40,000 قدم من غير خوف ولا وجل، وهو متأكد من سلامته أنه سينزل إلى الأرض سليما وصحيحا. لماذا يغامر ويلقي بنفسه؟ إذا سألته يقول: هذه المظلة مصنوعة بعد دراسات علمية، سعتها، طريقة فتحها، مقاومتها للهواء، حبالها المتينة، نسبة الخطأ تكاد تكون معدومة. الجندي المظلات وثق في المظلة فألقى بنفسه في الهواء على بعد 40,000 قدم. من الأجدر بثقة المؤمن؟ الله. لماذا الثقة في الله؟ لأن المؤمن يعلم أن الله تعالى على كل شيء قدير، وأنه قد أحاط بكل شيء علما، لأنه يعلم أن الله تعالى شديد المحال، ويعلم أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، ويعلم أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ويعلم أن لله جنود السماوات والأرض،
ويعلم أنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ويعلم أن الله هو القابض الباسط الخافض الرافع المعطي المانع المعز المذل المحيي المميت المبدئ المعيد. وهو يعلم أنه لا تطرف عين إلا بإذنه ولا تجري دماء في عروق إلا بأمره. إذا أنت وثقت في الله، كل المعاصي التي تجري في الكون سببها ضعف الثقة في الله، كل اليأس يأتي من ضعف الثقة في الله. من أي طراز من الرجال خليل الرحمن الذي يرى في المنام أنه يذبح ابنه فيصبح في اليوم التالي يقول يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. من أي طراز من النساء أم موسى، إن خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزن فتلقيه في اليم. من أي طراز هي أم موسى ولم تكن نبيا؟ فتحقق وعد الله لها، نعم، رد إليها، نعم، أرضعته وأخذت الأجرة من فرعون والهدايا. ما هي التراتيب والإجراءات؟ قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عبدي. بأي شيء حماه الله؟ بفرقة جنود صعبة؟ بأسلحة فتاكة؟ بماذا حماه؟ بستر رقيق، محبة في قلب من يرى موسى وهو طفل وهو صبي يحبه. هذه المحبة هي الحماية من الله سبحانه وتعالى، الحماية في المحبة. نعم، من يقدر على ذلك إلا الله. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ما هي الإجراءات؟ وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم. قامت أخت موسى بعملية استخباراتية، وقامت بعملية تخريب فكري لآل فرعون. صرفت عن ذهنهم أن التي ستأتي هي أمه، وانصرف ذهنهم أنها أمه امرأة ستأتي لترضعه وتأخذ أجرها. هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه. تصور أن فرعون يجلس في جوار أم موسى ويقول لها أرضعيه أشبعيه، وهو الذي قتل الأطفال من أجلها، قتل الأطفال من أجلها. ولسان حال القدر يقول لن نربيه إلا في حجرك ولن يطعم إلا من غذائك، أنت الذي تتولاه ولكن لا تعرف معناه. نتيجة الثقة في الله سبحانه وتعالى. ونشأ سيدنا موسى عليه السلام على هذه الثقة في الله. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، البحر أمامهم العدو خلفهم ولا طاقة لهم في دفعه. قال كلا إن معي ربي سيهدي. إزاي؟ محدش يعرف. هو مأمور بأن يعمل وليس عليه النتائج، النتائج بيد الله سبحانه وتعالى. خليل الرحمن يكيد له وأرادوا إلقاءه في النار، فقال حسبي الله ونعم الوكيل، كافيني إلهي سبحانه وتعالى. كيف لا يدري؟ فأنجاه الله تعالى من النار، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم.
لما وضع هاجر وابنها إسماعيل امرأة وصبي، هما الضعيفان في مكان لا زرع فيه ولا أنيس ولا ونيس، كيف إذا دخل عليها الليل بهواجس والشيطان وساوس وهي وحدها في الصحراء ومعها صبيها، كيف يكون حلها؟ أتتركنا إبراهيم بهذا المكان الذي لا زرع فيه ولا ماء؟ أتتركنا إبراهيم في هذا المكان الذي لا زرع فيه ولا شيء؟ الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعني. وهي عندها سبق علم من سيدها وزوجها أنه ألقي في النار فلن تضره النار، الذي حفظ زوجها من النار ألم يحفظها هي من الصحراء؟ نما إليها هذا العلم وأصبح عندها يقين أن الله لا يضيعها، كما أنه لم يضيع إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار. فكيف كانت النتيجة والثمرة؟ أولاً نمكن لهم حرماً آمناً يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقاً من لدنا، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلم يضيعهم الله سبحانه وتعالى. الموظف عرضت عليه أموال مشبوهة أو وظيفة فيها حرام فاعتذر عنها، وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى سيعوضه خيرا منها، فعوضه الله خيرا منها. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، أناس يقرؤونها وهناك أناس يعيشونها. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. في ناس بتقرأها وفي ناس بتعيشها، ليس المطلوب مجرد قراءتها، المطلوب معايشتها. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. مغرقون فين؟ وهو يصنع سفينة في الصحراء ولا توجد نقطة ماء، لا جنب نهر ولا بحر ولا خليل ولا محيط، وليس هناك إلا صحراء، ويأتمر بأمر ربه ويمر عليه القوم فيسخرون منه. نوح بيصنع سفينة في الصحراء، عمل غير مقبول عقلا، محدش قادر يستوعبه، لكن المؤمن عليه أن ينفذ الأمر، أما النتائج فعلى الله. هل كان في مخيل سيدنا نوح إن الدنيا هتغرق والسفينة هتعوم في المية؟ هو عليه أن يعمل وعلى الله النتائج، هو يعمل بما أمر الله ثقة في الله سبحانه وتعالى. والله يقول للشرك فيكون. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سيدنا يونس ابتدعه الحوت بعدما جرت عليه القرعة في السفينة وألقي في الماء. تصور إن إنسان في بطن حوت يطلب النجاة من بطن الحوت، طب نسبة النجاة كم في المية؟ 1%. واحد في بطن الحوت يطلب من ربنا أن ينجيه، إلا إذا كان المنادى قادر على كل شيء قدير، ونجاته ستكون بمعجزة ليس بعمل عادي. فحرم الله على الحوت أن يكون يونس رزقا له أو طعاما فينفذه على الشر. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا ذكر أم دعاء؟ قد يكون الدعاء بصيغة الذكر لله سبحانه وتعالى. انت عارفين دعاء تفريج الكرب بيقول ايه؟ قل لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش الكريم، لا اله الا الله رب السماوات
السبع ورب الارض ورب العرش الكريم. هو ده عهد، هو ده دعاء، هو ده دعاء الفرح اللي يقوله في ازمه ينفرد مع عنده. لا اله الا الله العظيم الذي اخضع لعظمته، الحليم اتوسل اليه بعلمه بحلمه. فقد يكون الدعاء ثناء على الله سبحانه وتعالى، والذي تم له هذا الثناء يعلم حاجتك فيفرج كربك سبحانه وتعالى. اما النبي محمد صلى الله عليه وسلم فصاحب المواقف الكثيره عليه الصلاه والسلام. ياتيه خباب بن الارد بعد وطئة التعذيب يقول له: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله ليتمنى الله هذا الأمر، يعني أمر الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكن لكم قوم تستعجلون. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما بالك باثنين الله ثالثهما؟ يقين في الله تعالى بالنجاة وبتتميم أمر الدين. سراقة بن مالك تعقبهم ليصفر دماء ناقة من قريش، فلما كان على بعد ومرمى البصر وأدركهم دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساقت قدماء الفرس في الرمال، فطلب الأمان، طلب سراقة الأمان، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت قدم الفرس من الرمال تصحبها دخان إلى السماء. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف بك يا سراقة وقد لبست سواري كسرى؟ سواري كسرى، احنا فين وفين كسرى؟ ده مطلوب الأب عليه وعلى أبي بكر، مطلوب حيا أو ميتا، وهو مطارد في الصحراء. إذا الأمر لم يكن مجرد يقين إنه هيصل إلى المدينة وإنه هينتصر على أعدائه ويتمكن من الجزيرة العربية وأن جنود الإسلام سيخرجون من الجزيرة لفتح كسرى وقيصر. كيف بك يا صراخة وقد لبست سواري كسرى؟ وفي غزوة الخندق استدعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صخرة استعصت على الصحابة فضربها بالمعول فتطاير منها الشرر، فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، إني لأرى صراخة الحمراء الآن. ويضرب الضربة الثانية ويقول: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، إني لأرى المدائن والقصر الأبيض في مكان هذا. والضربة الثالثة يقول: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، إني لأرى أبواب صنعاء من مكان الآن. بينما يقول المنافقون: لا يستطيع أحدنا أن يذهب إلى بيته من شدة الخوف، وهم قد أحيط بهم إذ جاءوكم من فوقكم ومن تحت أرجلكم. المنافقون في رعب من الحصار، قريش وطفان والأحباش انضم إليهم اليهود 10,000 مقاتل، ما قوة المدينة 1,000 مقاتل 3,000. والرسول صلى الله عليه وسلم يعد بفتح ممالك كسرى وقيصر واليمن، إذن هو على وعد
مع الله سبحانه وتعالى، والله لا يخلف وعده. من الذي يثق في إلهه؟ المؤمن. أشد الناس ثقة رسل الله والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. في غزوة أحد انكسر المسلمون وقتل منهم 70، هزيمة وانكسار لم يفقدهم اعتزازهم بالدين وانتمائهم إلى الدين. حينما يقول أبو سفيان أعلو هو، فيقول الرسول لأصحابه عليه الصلاة والسلام: ألا تجيبوني؟ ماذا نقول يا رسول الله؟ قل الله أعلى وأجل. وهم منكسرين، نعم وهم منكسرين، الله أعلى وأجل. لنا العزة ولا عزة لكم، ألا تجيبون؟ ماذا نقول يا رسول الله؟ قل الله مولانا ولا مولى لكم. وهم منهزمون، هم منهزمون، الله أعلى وأجل. وبعد غزوة أحد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد الانكسار هذا، يقول: اللهم لا معطي لما منعت، ولا مول ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما بعدت، ولا مباعد لما قررت. في سناء عظيم طويل لله تعالى. أعجب الأمر المؤمن إن أمره كله خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. على كل الأمور هو على خير إن شاء الله. الصحابة أنفسهم بعد غزوة أحد انتهت ورجع المشركون، خرج من بقي من المسلمين صحيحا معافا وبه جراح ليطلبوا أعداءهم في حمراء الأسد الذين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. الصحابة كانوا أيضا أهلا لأن يثقوا في الله سبحانه وتعالى وأن يصمدوا رضي الله عنهم جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عدي هل رأيت الحيرة؟ قال: لم أرها يا رسول الله ولكني أنبئت عنها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن طالت بك حياة يا عدي، إن طالت بك حياة لترين المرأة أو الزعيم تخرج من الحيرة لتطوف بالبيت لا تخشى إلا الله سبحانه وتعالى. يا عدي إن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. يا عدي إن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج من الكف من ذهب أو فضة فلا يجد من يقبله. قال عدي: عشت حتى رأيت الصعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت، وأما كنوز كسرى فأنا حضرت كنوز كسرى. أما الثالثة يقول للمستمعين: أنتم إن عشتم سترونها. يخرج الرجل بملء الكف من الذهب فلا يقبل منه. هذه الثالثة من علامات الساعة، أنه عند علامات الساعة الناس تزهد في المال وتزهد في الدنيا. إذا عرض عليهم الذهب لا يأخذونه. لماذا؟ لأن الدنيا في إدبار والآخرة في إخبال. الدنيا في إدبار والآخرة في إخبال وهم ينتظرون الآخرة في علامات الساعة. إذا عرض على أحدهم ملء الكف ذهب مش بيكمل. ليه؟ للساعة خلاص، للقيامة، للقيامة على الأبواب. هيعمل إيه؟ زهد الدنيا وزهد الذهب. فقال عدي: إن عشتم لترون الثالثة، أنه يخرج الرجل بملء الكف من ذهب فلا يجد أحدا يقبله. ألم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم السيارات كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات
مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا. كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث. يأتي على الناس سنون خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، يؤتمن فيها الخائن ويخول فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمور العامة. أليس كل ما أخبرني حدث صلى الله عليه وسلم؟ فما الذي ينقص المؤمن ثقة في الله تعالى، أو ثقة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ثقة في المنهج الآتي من عند الله؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه وسلم بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، الثقة في المنهج. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، يهدي للتي هي أقوى في العقيدة، يهدي للتي هي أقوى في العبادة، يهدي للتي هي أقوى في التشريع، يهدي للتي هي أقوى في التربية، يهدي للتي هي أقوى في السلوك والأخلاق وفي كل شيء. إذا وثقنا في ذلك لم نعترض على أمر من أمر الله ولا على شريعة من شرع الله سبحانه وتعالى. إذا علمنا أن المشرع عليم وخبير وحكيم سبحانه وتعالى. كذلك الثقة في المبلغ عن الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيشك أحد في رسول الله صلى الله عليه وسلم أن له هوى في أمر، أو له هوى في حكم؟ لا يشك أحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منزه عن الهوى وعن الرغبات. ونضرب لذلك مثال، المثال في غزو بدر. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه قبل المعركة، وقد علم أن في معسكر قريش الأعداء فيهم عمرو بن العباس، فنهى أصحابه المهاجرين وأنصار من قابل العباس فلا يقتله. ففي ناس دار في صدورها حوار، اشمعنى العباس؟ فقال أحد المسلمين: نحن نقتل آبائنا ونقتل إخواننا وينهانا عن قتل العباس. إذا وثقت في رسول الله لم تقل هذا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده خلفية ليست عندك، وعنده معطيات ليست موجودة عندك، ولم يفعل ذلك عصبية لعمه ولا هوى لقرابة. شوف إزاي ابن عبد البر في الاستيعاب يقول بأن العباس كان موجود في مكة رئيس دائرة الاستخبارات، وكان مسلما في الخفاء ولم يعلن ذلك على أهل مكة، وكان يستقوى به المسلمون في مكة، وكان بيخبر وكان بيرسل أخبار قريش أول بأول لرسول الله في المدينة. فمن المفسدة أن يعلن أنه مسلم، عليه خطر من قريش لو أعلن أنه مسلم.
وعليه خطر من قريش ان تخلف عن الخروج معاهم لا يستطيع يقول انه مسلم، لا يستطيع ان يتخلف عن الخروج معه. والرسول قال كده لاصحابه، قال ان العباس خرج مكرها، ان العباس خرج مكرها. فاذا قابله احد فلا يقتله. اذا هناك مفسده من اعلان اسلامه ده، حتى بعد غزو بدر رجع تاني لمكه عشان يكمل نشاطه الاستخباري لصالح الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو عرض على الرسول انه يهاجر، قال له مكانك خير لك، هو محتاج في الحته دي عليه الصلاه والسلام. وقال له ادفع وافدي نفسك يا عباس. كان لازم يفدي نفسه ويدفع فداء قدام قريش، يدفع فداء لنفسه. قال له رسول انا كنت مسلما. قال له ادفع الفداء يا عباس. من تمام العمليه انه يفدي نفسه ويرجع معاه. ففدى نفسه وابني اخيه نوفل وعقيل، وفدى نفسه بمال كثير. روى الطبراني في الاوسط عن ابن عباس انه قال، قال العباس في نزلت هذه الايه، يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم. علم الله في قلبه خيرا ولا لا؟ علم. يعني كان مسلم، كان مسلم بدليل الايه. فلما اصبح في صفوف المسلمين الرسول اعطاه من واسع، وقال ربنا وفى لي بالشرط الاولاني واني ارجو الشرط الثاني وان يغفر لي. يبقى اللي قال من الصحابه اشمعنى العباس ما يتقتلش واحنا بنقتل ابائنا واخواننا؟ لو عنده الخلفيه ديت ما كانش يقول الكلام ده، ثقه في مين؟ في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لم يفعل ذلك عصبية ولا لقرابة ولا لشيء من ذلك، وإن العباس كان مستخفيا بإسلامه، خطر عليه أن يعلن إسلامه، خطر عليه أن يتخلف عن المشركين في إتيانهم في غزو بدر، وخطر عليه إن لم يدفع الدية، إن لم يدفع الفدية. فعل كل هذا، وليس كل ما يخفى يقال في وسط الناس، خصوصا عمليات الاستخبارات. ده العباس سنده لحد قبل فتح مكه. كل ما يهم بالهجره الرسول يقول خليك عندك. تعرف هاجر امتى العباس؟ كان الرسول راح يفتح مكه والعباس مهاجر، اتقابلوا في الطريق. كان اخر واحد مهاجر قبل فتح مكه العباس بن عبد المطلب، اتقابلوا في السكه. في مره الظاهره اللي الرسول كان معسكر فيه. واخذ الامان لابي سفيان في الوقائع المشهوره تعرفونها. لما انكسر المشركون في غزو بدر ارادوا ان يسأروا لانفسهم في الغزوه بتاعت احد، والعباس كان على اتصال دائم برسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الرجال. فلما راى العباس قريش بتجهز لغزو المدينه، العباس عمل احصائيه للجيش والمعدات، فارسل رجلا على فرس يقطع الطريق من مكه للمدينه في 3 ايام، مسافه قد ايه؟ 500 كيلو. ما بين مكه والمدينه بالابل 13 يوم سفر. الفارس هذا ارسله العباس عشان يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بتجميع قريش له وغزو المدينه. اخذ السكه بكام؟ 3 ايام. واعطاه الاخبار الاتيه: قريش جمعت 3000 مقاتل، 200 فرس،
700 درع بلغ رسالة. الرسول عليه الصلاة والسلام قد تكتم الخبر هذا على عوام الناس المسلمين وأخبر به المقربين ليستعدوا للمواجهة. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بمصدر واحد. ماذا فعل؟ أرسل الحباب بن المنذر إلى مكة. اختلط بالمشركين كأنه واحد منهم، وجاب نفس النتيجة، 3000 مقاتل، 200 فرس، 700 درع، ورجع للنبي بنفس الايه؟ يبقى كلام ابن المنذر، حباب ابن المنذر زي كلام العباس، كلام كله سليم. علمنا العباس كان مستمر في مكة لماذا؟ وانه كان يستخدم اسلامه، وان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لاصحابه في بدر من قابل العباس فلا يقتله، كان يعلم ان عمه مسلم، وانه كان يقوم بمهمه، وان من الخطر عليه ان يعلن انه مسلم، ومن الخطر عليه ان يتخلف عن قريش في خروجها. هكذا الاحوال. فلو علم الصحابي ما كل هذه المعطيات ما قال عن رسول الله مع سوء ظن مثل هذا الكلام. فواجب علينا ان نثق في رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجب علينا ان نثق في المنهج الاتي من عند الله، ان نثق من باب اولى في ربنا سبحانه وتعالى الذي يعلم السر واخفى. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا المتقين اماما. اللهم اجعل القران الكريم ربيع قلوبنا وجلاء احزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم اجعل هذا البلد امنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم نح عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم امنا في اوطاننا، اللهم استر عوراتنا، اللهم ابرم لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك، يؤمر فيهم بالمعروف وينهى فيهم عن المنكر. اللهم اجعلنا سلما لاوليائك، حبا لاعدائك، يحب بحبك من احبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اقم الصلاه.